لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اللهم من شوه سمعتي أو ظلمني أو تكلم بسوء وقال فيني ما ليس فيني تولى أمره يا الله يا جبار يا منتقم. اللهم وكلت أمري فيهم. اللهم خفف عني ثقل هذه الأيام وارزقني قوة الصبر واشرح صدري وانزع منه ما استثقلته نفسي ورح قلبي وارزقني فأنت أعلم بما تحتاجه نفسي يا الله. ديبا ليه تقطعي لها في رزقها الطفلة زوالية؟ يا عباد الله زوالي ما تطلقوهش انتوما. ايه جماعة الحوان تاع الصيف كل هادوك العلمة روحوا كونتاكتيو دنيا ولا كونتاكتيوني انا في الانستغرام نحط لكم الرقم تاع الهاتف تتصلوا بها. دير لكم اعلان بمليون ولا زوج ملايين والحوان تاع القش تهلاو فيها بركة عطيو لها مسكينة تلبس منها من تراباتها كل يحبوا يلبسوا دير لكم اعلان بلوشي. تقطعي في الطفلة رزقها نحلو الشيطان ماشي لهاد الدرجة يا وكل آفة ربي يجيب لها آفتها. أنا رانو شتوفة في أنا في ربع انتوما نطويكم ونعجنكم دوك انتي كي تهدي فيها بصورها الخاصة. أوكي خرجي حطينا شهادة عذرية تاعك يا سحنونة راكي مكاش متزوجة انتي وهادوك القحاب في ثلاثة اللي كانوا يتنمروا خرجوا جيبوا لي شهادة عذرية تاعكم كلكم محلولات. حطي يدي على المصحف كلكم محلولات وسحنونة تعطي بكع باريكة يعطي بكع باريكة تعطي بها كلكم محلولات ومن هاد المنبر نقولكم حساباتكم انا نتهلا فيكم داكوغ انا نتهلا فيكم من الاخر انا ضد الحقرة. روحي احقري واحدة قدك تحقريش واحدة زوالية مسكينة تحقريهاش. قالك لي ما شطحتش هزتك مامها خارجة قلكم زوز كلمات جيبوا لي شهادة عذرية صباح النور صباح الفل يوم كان لا نشاط لا حيوية لا تفاؤل صباح دقدقة مهرسة كيتشلي كامل كي حمت عليا القبايل وانا في الخارج لازم نخرج على حوايج واحد نبعثهم خطاك من المشاكل لاس ميرسي. شوف ايه ما تهبلنيش سبانكم ما تدوخنيش دنيا حبي عندي جديد دوك نرسل لك كل شيء في الواتساب دنيا نزلي اصبري يا صبري يا روفيا 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 يا روفيا روفيا لاس ميرسي. احنا باش نطفيو لومبا نشعلو شمعه فهمتي اروح نقول لك روفي روفي يسمعوني في زوج يسمعوني روفي لا يسمعوني في زوج انا دركك يزادوا جاوني سرائل كل شي جاني درك جاني ما نحبس لا شوفي روفي يا ربي على هذيك او يهضر على دعنا فهمت مانيش نهضر خاطي الحكايه قالك تيكو عليها حوس طرونجي حوس يفهم الحكايه انا كنقولها انا مانيش باب روفيا ما نحكمش فيها جات شكات لسبانكا وين شكات شكتي ما كانش لي شكالي والله ما كانش لي شكالي قول العمالة دوك نصفق لك قانون في البريفي روحي وديروا يوم ما كانش لي شكالي شكون شكالي دنيا روح شكون شكالي ما كانش لي شكالي دنيا كارولين روح يا قلت لها ابوني اي ابونات كيتسنى فيك حبة تلعب معاك دوك نهبط انا تلعب معاها يروح خليني يا روفيا خلينا نهضروا مع الطفله دقيقه عبر هذوك انت جيت احنا جايين نلعبوا نضحكوا الناس نلعبوا لا لا ماشي كاين واحد السوجي كاين واحد السوجي برك خليني استنى كاين واحد السوجي برك نفريو وتجي لي روفيا على عيني وراسي خليني نهبط نروح نلعب جوله من بعد نحكي في السجن صافي جوله اوكي شوف اسمح لي نقول لك خويا نحترمك ونعزك بصح تهضر روفيا يسكت كلش صح حضرت قالت لي اهبطي العبي مكرونه خويا مع كل احتراماتي ليك كل الناس الكل تهبط روح نلعب مكرونه دبري راسك يس 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 ي
السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فيديو فضيحة دنيا الصطيفية، وهنعرف إذا كان الفيديو ده حقيقي ولا مفبرك، وكمان هنثبت لكم بالدليل براءة دنيا من الفيديو ده. تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل الحكاية. بس قبل ما نبدأ، من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الاشعارات، وصلي على سيدنا محمد في خانة التعليقات. تعد دينا الصطيفية واحدة من الفنانات المعروفات والمشهورات في دولة الجزائر وفي العالم العربي، وقد حظيت بشهرة وشعبية كبيرة في العديد من الدول وبالأخص دولتها الجزائر، بحيث قدمت العديد من الألبومات الناجحة وحصلت من خلالها على النجاح والشهرة وحققت نسب عالية من المبيعات. دنيا الصطيفية هي مغنية جزائرية ولدت في 29 مارس سنة 1983 بولاية سطيف في دولة الجزائر، وقد بدأت المسيرة الفنية عن طريق الغناء في العديد من الحفلات والأفراح الخاصة، وبعد ذلك انتقلت للعمل بالإذاعة المحلية، وتميزت من خلال الأداء الفني الجميل والرائع والتعامل مع الجمهور، وقد حققت النجاح والشهرة في العالم العربي بحيث حصلت على العديد من التكريمات والجوائز، ومنها جائزة أفضل فنانة جزائرية في مهرجان الموسيقى العربية بمدينة دبي عام 2019. تعد دنيا الصطيفية واحدة من ضمن الفنانات المعروفات والمشهورات في دولة الجزائر وفي الوطن العربي، وذلك من خلال ما تقدمه من أعمال فنية جميلة ورائعة. ولدت دنيا في ولاية سطيف في الجزائر وعمرها 40 سنة. اللغة الأم لها هي اللغة العربية، ومن أبرز أغانيها يا ليلى وتحيا الجزائر وعلى علا وحبيبي يا نور العين. قصة دنيا الصطيفية على مدار الساعات المنصرمة تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة تيك توك، وهذا بعد أن تسرب فيديو لها وهي عارية، ما أثار حالة من الجدل الكبير، فكل شخص متابع لهذه الفتاة يجدها ملتزمة وهي محجبة أيضا. هذا الأمر جعل قضيتها أكثر غموض، ومن هذا المنطلق بدأ اسمها يتردد وقصتها ترتفع بين صفوف المواطنين. إنها من القصص المنتشرة على منصة تيك توك، حيث ظهرت لنا شابة تدعى روفية وتحدثت مع الشابة الجزائرية دنيا عما يدور في السوشيال ميديا. والجدير بالذكر أن الشابة دنيا متورطة في قضية شرف، وهذا بعد أن تم تسريب فيديو لها وهي تمارس عادات غير شرعية، لكن خرجت الشابة عن صمتها برفقة صديقتها وتحدثت عبر بث مباشر حقق ملايين المشاهدات. وتحدثت صديقتها أن هذا الفيديو مفبرك وتم إعداده للمساس بسمعة دنيا بهذه الكلمات. ظهرت براءة صانعة المحتوى الكوميدي، وبالدليل تحدثنا مع روفية عن براءة دنيا من خلال فيديو انتشر على منصة تيك توك، وهنا قطعت دنيا الطريق أمام كل شخص يروج لهذه الفضيحة المدوية التي تصدرت الجزائر. على الرغم من براءة دنيا من هذا الفيديو، لكن رغبة الجمهور كبيرة للحصول على رابط المشاهدة كامل. والجدير بالذكر أن الفيديو المسرب ظهرت به دنيا، وهذا بسبب الفبركة بطريقة محترفة. هذا الفيديو ضم بعض المشاهد الإباحية، وهذا جعل مهمة الحصول عليه صعبة، فجميع النسخ المنتشرة مشوشة وغير واضحة، بجانب أن سياسة المواقع ترفع
ترفض مثل هذه الأنواع من الفيديوهات. فضيحة دنيا السطيفية هو واحد من العناوين البحثية الرائجة في موضوع فضيحة الشابة الجزائرية دنيا، ولكن بشكل مفصل تحدثنا في هذا الفيديو عن تفاصيل هذا العنوان. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.